بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، اليوم نحاول أن نبلور فكرة عن الأدب العربي. نحن نريد بهذه الفكرة أن يحصل للدارس مفهوم عن موضوعات الأدب وعناصره، وكذلك ميدان الأدب الذي يتحدث فيه من خلال الكلمات التي سنتعرض لها إن شاء الله. الأدب ما هو إذن؟ الأدب هو نوع من أنواع التعبير الراقي، هو نوع من أنواع التعبير الراقي عن المشاعر الإنسانية التي تجول بخاطر الكاتب. إذن الكاتب أو الشاعر هو يعني يتجلى أدبه في تعبيره الراقي عن مشاعره الإنسانية التي تجول بخواطره. هذا هو الأدب، ويتجلى ذلك في التعبير عن أفكاره وآرائه. يشمل ذلك التعبير عن أفكاره وعن التعبير عن آرائه وخبراته الإنسانية في الحياة، ويكون ذلك من خلال الكتابة بعدة أنواع، سواء كانت كتابة نثرية أم كانت كتابة شعرية أم غيرها من أشكال التعبير الأدبي. المهم أن يستطيع ذلك الكاتب أن يعبر عن أفكاره وأن يعبر عن آرائه وأن يعبر عن خبراته أو يعبر عن مشاعره وعواطفه، يعني في تعبير راقي يسحر عقول السامعين والقارئين، يكون ذلك أدبا. يعني وإن الأدب ما هو إلا نتاج فكري. الأدب في حقيقته ليس إلا نتاج يعني فكري بشكل يعني أي يشكل مجموعة حضارية. يعني ما الأدب في حقيقته ما هو إلا نتاج فكري يشكل في مجموعه الحضارة الفكرية واللغوية لأمة من الأمم، وهو انعكاس لثقافتها ومجتمعها. يعني كل أمة قرنا لكتابها وقرنا لشعرائها سنجد عصارة ملخص الحضارة الفكرية واللغوية تتعاصر وتتعايش في نص ذلك الأديب، في نص ذلك الأديب سواء كان ذلك النص شعريا أم كان نثريا. و لا يصنف الأدب إلا بحسب الثقافة التي يعني تمثله، التي يعني يصنف الأدب يصنف حسب الثقافة التي يعني يتبعه ولها. ولذلك الأدب لا يخص العرب ولا يخص اللغة العربية، يعني هو كل لغة لها أدب، ويصنف الأدب حسب الثقافة التي يتبع لها. مثلا إذا درسنا الثقافة العربية في الأدب العربي فنحن نقول الأدب العربي، لأننا درسنا الثقافة العربية سنجدها في الأدب العربي. لو درسنا مثلا الثقافة يعني والحياة الفكرية الفرنسية سنجدها في الأدب الفرنسي، أو درسنا الحضارة والثقافة الأدبية في الأدب الإنجليزي، إذن سيكون هذا أدب إنجليزي. إذن الأدب يصنف حسب الثقافة التي يتبع لها، ونحن هنا عندنا الأدب العربي. ويمكن أن نصنف الأدب أيضا يعني من تصنيفاته، أولا أنه يصنف حسب الثقافة التي يشيع لها ويتبع لها، مثل أن نقول الأدب العربي أو الأدب الفرنسي أو الأدب الإنجليزي. ويمكن أيضا أن نصنف الأدب ضمن حقبة معينة، كأن نقول مثلا أدب القرن العشرين، أو نقول الأدب الجاهلي، وهكذا. يعني هذا النوع من التصنيف يعني هو تصنيف حسب حقبة زمنية معينة. يمكن أن يصنف الأدب حسب حقبة زمنية معينة، مثل أن نقول أدب القرن العشرين وهو الأدب الحديث، أو أن نقول الأدب الجاهلي وهو الأدب الأول، هذا في الأدب العربي. يعني وهكذا حسب العصر الذي نريد دراسة الأدب فيه. ويمكن أيضا أن نصنف الأدب أيضا حسب موضوعه، موضوع الأدب. أحيانا نصنف الأدب بحسب الموضوع الذي يتناوله ذلك الأدب،
كأن نقول مثلا أدب المقاومة، أو أن نقول أدب الرحلات إلى غير ذلك. ولكل عمل أدبي عناصره لا بد من وجودها. كل عمل أدبي يريد صاحبه أن ينشئه لا بد أن تكون له عناصر معينة. لكل عمل أدبي عناصره التي لا بد من وجودها حتى يعتبر العمل كاملا متكاملا، لأن كل عمل أدبي لا تتوفر فيه عناصره لا يعتبر متكاملا. وما هي إذن عناصر الأدب دائما؟ عناصر الأدب أحيانا الشخصيات، وأحيانا الموضوع، وأحيانا الأسلوب المستخدم، وأحيانا الحبكة، حيث إن صاحب الأدب يعمل على إيجاد عمل أدبي متكامل بين هذه العناصر الأربعة. توجد فيه الشخصيات، وتوجد فيه الحبكة، ويوجد فيه الموضوع، ويوجد فيه الأسلوب المستخدم، يعني ليخرج بعمل أدبي فني متكامل. كما أنه على الكاتب أيضا أن يحدد طرق معالجة النص والفكرة التي تعني طريقة التواصل مع القارئ. يجب على الكاتب أن يحدد في نصه الذي يكتبه شعرا كان أم نثرا، يجب عليه أن يحدد طريقة التواصل مع القارئ، أي يكتب يسلك خطوات تسهل على القارئ فهم ما كتبه. وأسباب فهم النص أو أسباب معالجة النص أحيانا أربعة، هي الشرح واحد، اثنين المناقشة، مناقشة النص، ثلاثة الوصف، وصف النص، أربعة السرد. والهدف المراد من النص هو الذي يحدد الأسلوب المناسب، يعني الأسلوب يتحدد بحسب الهدف الذي يريده صاحب النص من النص الذي يجب أن يختاره، نعم، لإيصال فكرته. وللأدب أنواع، يوجد أدب الرواية، وبين قوسين يقال له أدب القصة. والقصة نوعان، أحيانا قصة خيالية لا وجود لها على أرض الواقع، ولكن الذي يسحر العقول وتحب النفوس منها هو الخيال الإبداعي، كأن صاحبها يسوق قصة غريبة ولكنها لا يمكن أن تقع في الحياة، هذه تسمى قصة خيالية أو رواية خيالية. والنوع الآخر من أنواع القصة، القصة المستوحاة من وحي الواقع، معناها القصة التي تكون أحيانا واقعية أو ثمة ما يدل على وقوعها يعني في الزمن المعاش في الواقع، نعم. ومن أنواع الأدب أيضا أدب المسرحية، المسرحية من أنواع الأدب، والمسرحية قصة تمثل على خشبة المسرح لكنها قصيرة. والمسرحية أيضا تصنف لقسمين أساسيين، قسم يسمى المأساة، وقسم يسمى الملهات. ومن أنواع الأدب أيضا وهو الأهم، يعني من أنواع الأدب وهو الأهم، الشعر. والشعر يعتمد على الوزن والقافية بموسيقى ونمط محددين. من أنواع الأدب وهو مهم الشعر، والشعر دائما يعتمد على الوزن والقافية بموسيقى ونمط محددين، نعم، ومحددين. ويقسم الشعر في الأدب إلى ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول يسمى الشعر الغنائي، النوع الثاني يسمى الشعر الملحمي، النوع الثالث يسمى الشعر الدرامي. والشعر العربي دائما هو الشعر الغنائي، دائما الشعر العربي الشعر الغنائي، ويمكن تصنيفه على أساس العقود. يمكن أيضا أن نقول من أنواع، يمكن أن يصنف الأدب على أساس العقود، مثلا نقول يعني يعني يمكن أن يصنف الشعر على أساس العقود، والعقد هو الزمن. مثلا نقول الشعر كلاسيكي قديم، مثلا الشعر الجاهلي والأموي والعباسي هذا شعر قديم. ونقول الشعر الرومانسي حديث، وهو الشعر الذي يعاصر زماننا. ومن أنواع الأدب أيضا من أنواع الأدب أيضا النثر. النثر أيضا هو يعني نوع من أنواع الأدب، ويراد به المقالة، والمقالة يعرض فيها الكاتب. من أنواع الأدب أيضا كمان من أنواع الأدب الشعر، فمن أنواع الأدب أيضا النثر. والنثر دائما يراد به المقالة، وهي وفيها يعرض الكاتب أفكاره وآراءه
في موضوع ما بأسلوب علمي معين. الفرق بين الشعر والنثر أن النثر لغته تخاطب العقل، بينما الشعر لغته تخاطب الشعور والمشاعر والعاطفة، كما وتعتبر المقالة انعكاسا لرؤية الكاتب في المشكلة التي يعرض لها أو لحلها. إذن هذه أنواع الأدب، وللأدب فوائد، ولعلنا نتبين ذلك في الحصة القادمة إن شاء الله.